السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء. إن شاء الله في هذا المقطع سنقدم لكم الطريقة التي ستشاهدون بها إن شاء الله روابط مجانية من أجل متابعة نسخة UFC 274. لكن قبل كل هذا لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. نسخة UFC 274 ستعرف حضور كل من المقاتل التونسي منير لزاز وكذلك المقاتل الفلسطيني محمد بلال، والذي سيواجه في آخر نزال لهذه الأمسية أو النزال الرئيسي لهذه الليلة المقاتل البرازيلي لوكي فيسينتي، المقاتل الذي سبق أن فاز على محمد بلال في الجولة الأولى وبطريقة صراحة كانت جد مؤلمة. نتمنى أن يكون محمد بلال قد استعد بشكل جيد من أجل الانتقام في هذا النزال. وكالعادة إن شاء الله سنترك لكم الروابط المجانية المباشرة والتي ستشاهدون من خلالها كل هذه النزالات أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. نتمنى أن لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب لهذا المقطع، وبالنسبة للإخوان الذين يتابعون الرياضات القتالية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد. نتمنى التوفيق لكل من منير ومحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.